Certo. عليكم السلام. النهارده انا شايف الاعداد مش هايل. لا الاعداد بس عشان الامتحانات. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11 دلوقتي. المصابين كان يوم لحد 1000 وشويه من الشباب. تخيل بقى ال 1000 وشويه دول دلوقتي في المستشفيات لا بيخرجوا كلهم. انا كنت متوقع ان الاعداد تبقى اكتر من لا العدد يصبر بس بعد الصلاه الاعداد هتنزل. واللي كنا مدين الاعتصام يوم 8/7 الاعتصام بدا من يوم ما الشرطه دخلت علينا في الميدان. ما انا كنت معاكم هنا يوم الثلاثاء. من يوم ما دخلت علينا في الميدان وحضرتك شايف الخيم. احنا مهدنا بعض. واحنا بس عايزين نقول كلمه لسياده المشير. اللي اخترق الشعب مش حسني مبارك اللي ولاك علينا. السياده لازم تعرف يا مشير السياده للشعب ونصور الثوره اللي هم في التحرير. التحرير ما فيهوش بلطجيه. انت اكتر واحد عارف البلطجيه فين. حسني مبارك كان بيعبد الكرسي. اوعى يا مشير انت كمان تعبد الكرسي وتخلي الطاعة عليك على الجيش. سيب الجيش للشعب زي ما احنا اخترناه. مش حسني مبارك اللي ولاك علينا. ثانيا يا مدير ضباط التحرير اللي اتاخدوا في 8 ابريل ما يتلفاش ليهم تهم وياخدوا افراج فوري. هم والثوار شبابنا غالي علينا ومش هنسيبهم. والحق كلمة الحق ان قالت من عند الله. خد لك عبرة يا مشير. خد لك عبرة يا مشير. انت وكل فاسد موحي الفساد من الله. الله هو اللي محى الفساد في البلاد. مش كل شاب تمسكوه تقول عليه بلطجية. التحرير ما فيهاش الا اشراف ثوار. اما البلطجية بتحكوا بيجروا ويهربوا مننا. اتق الله وخد لك عبرة من اللي حصل لحسني مبارك. اللي زلزل الارض من تحت اقدامه قادر يزلزل الارض من تحت اقدامك. انت مريض وبتتمنى من الله يشفيك ويعفيك. اياك وهانة كفايه اكلتونا قمح مسرطن. كفايه عملتوا اباده للبشريه. اقسم بالله ان احنا عباد الرحمن مش عبادكم. اقسم بالله ان احنا عباد الرحمن مش عبادكم. اقسم بالله ان احنا عباد الرحمن. كرمنا الله في القرآن. أهنتوا آدميتنا. أهنتوا آدميتنا. فلسطين بيضربوا إسرائيل بالصوب وأنتوا بتضربونا بالمطاط. خلي مطاطكم كنابلكم لإسرائيل والفلتو. خلي كنابلكم لإسرائيل. هم دول اللي أنتم مأمورين بيهم مش إحنا. يا ريتها تتسجل وتطلع. هتطلع على شكل.